حلو الحوار بجد والله، لانه زي ما بقول لكم تلقائي، ولاد بيسالوا الرئيس بيجاوب، بيجاوب بمنتهى يعني زي ما بقول كده من جواه، كلام مساله مش مرتبه تماما. ووزير ثقافه طبعا وربنا يكرمها ان شاء الله وتبقى يعني وزيره، وطبعا لكن سئل ايضا الرئيس عن الاصدقاء، هل بيتواصل معاهم وما زال يتواصل معاهم ولا لا؟ كانت إجابة مهمة أيضا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس كمان ما اتكلمش على الأصدقاء، اتكلم حتى على الأقارب. نشوف. أنس، ازيك يا أنس؟ الحمد لله. عرفنا بنفسك. أنا اسمي أنس سعد، عندي 8 سنين، بلعب بينو فيلم موسيقي. بتلعب بيانو السلم الموسيقي؟ ايوه. بس؟ ايوه. يعني انت بتلعب على البيانو السلم الموسيقي؟ ايوه. طيب ايه السؤال اللي انت عايز تسأله لسيادة الرئيس؟ سؤال. اتفضل. ازي حضرتك يا ست الرئيس؟ انا؟ حضرتك لسه بيتكلم صحابك اللي كانوا معاك في المدرسة او في كلية؟ والله يا انس يعني ما بقاش في فرصة إن أنا أكلم أصحابي صحيح يعني، وحتى يمكن أسرتي يمكن كمان، تقصير مني، بس أنا الظروف هي اللي عاملة كده، ظروف الوظيفة يعني. فلكن أنا غلطان إني ما بسألش وما بتصلش. رديت كده كويس؟ أنس، هي أنس، أنت بقى نفسك تبقى إيه يا أنس؟ ظابط. تبقى ظابط؟ أيوه. ده إحنا نتشرف بيك يا أنس. نروح أيضاً، تشتغل يا ريس كام ساعة؟ تشتغل كام ساعة في اليوم؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ كويسة. أخبارك إيه؟ ما تعرفينا بنفسك بقى يا بسملة. حاضر. أنا بسملة محمد، عندي 10 سنين، سنة رابعة، بطلة من أبطال الحرة، بحب الرسم والتمثيل، نفسي أطلع كابتن طيارة. كابتن؟ طلعتي إيه؟ كابتن طيارة. كابتن طيار. هتطلعي كابتن طيارة مش كابتن طيار. طيب إيه السؤال اللي أنت عايزة تسأليه لسيادة الرئيس؟ حضرتك منورنا بوجودك يا سيادة الرئيس. متشكر جدا جدا. حضرتك تشتغل كم ساعة في اليوم؟ طب ما تقولي لي بتنام كم ساعة في اليوم أحسن. بص عايز أقول لك، أنا ما أعرفش أقعد من غير شغل. ما أعرفش أقعد من غير شغل. لأني بحلم وعايز كل الناس تحلم، ولما تحلم تجري على حلمها، ولازم ربنا هيساعدها. أي حد فينا كلنا نحلم ونقول يا رب ونجري،